حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلى أيام نسابق الطير ونجاري ونطير آمنا بتغيير شباب حقق حلاما. السلام عليكم ورحمة الله، المساء معكم يطيب واللقاء بكم يتجدد، وهذا الفتور غانم يحييكم في إطلالة جديدة من برنامج حياتنا أحلى. ما هو مرض التهاب الكبد الفيروسي؟ وهل يشكل هذا المرض فعلا خطرا يهدد حياة الإنسان؟ لماذا لا يكتشف معظم المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي إصاباتهم بالمرض إلا صدفة؟ وكيف يمكن أن يتحول الشخص العادي في لمح البصر إلى مصاب بأحد أخطر أنواع التهاب الكبد الفيروسي؟ لماذا تعد الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي أخطر من الإصابة بالإيدز مثلا؟ ولماذا ترتفع نسبة الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي عند متعاطي المخدرات بل وعند المصابين بالفشل الكلوي؟ هل هناك علاج لأنواع التهاب الكبد الفيروسي؟ أم أن الوقاية كما يقولون تظل السبيل الوحيد لتفادي إشكاليات الإصابة؟ التهاب الكبد الفيروسي هو موضوع حلقتنا هذا المساء، وضيفي كما هي العادة في كل سبت الأستاذ ساسي موسى، اختصاصي الإرشاد النفسي وتعديل السلوك. أرحب بك أستاذ. أهلا وسهلا بك وبارك الله فيك الاستضافة، ونفس الوقت طبعا هذا شغلي الأصلي بحكم أني نشتغل في مركز وحدة مرض سارية في إدارة الإيدز. نعم. والتهاب الكبد الفيروسي طبعا. كما ستنضم إلينا إن شاء الله في منتصف هذه الحلقة الدكتورة وفاء أخفاقة، وهي رئيس قسم التدبير العلاجي بإدارة مكافحة الإيدز. البداية معك أستاذ ساسي، بداية لو من الممكن أن تعرفنا بمرض التهاب الكبد الفيروسي، ما هو هذا المرض؟ طبعا مرض التهاب الكبد الفيروسي بما يعرف سابقا بالصفير أو بداء الكبد كتسمية قديمة، آخر اسمه لي طبعا هو التهاب الكبد الفيروسي، والاسم العلمي لي هو الهيبوتايتس. طبعا سبب هذا المرض فيروس أو مجموعة من الفيروسات أو أي نوع من الفيروسات تصاب بها الكبد، لأن آخر تصنيف إن في 5 أنواع من أنواع الفيروسات ممكن تهاجم الكبد هذا، ومهمة الفيروس إنه هو يحول الخلايا الكبدية لمصنع الفيروس نفسه، يكون بروتين مما يجعل المناعة تهاجم الخلايا الكبدية، تصبح الكبد عرضة اللي هو التهاب، أو ممكن تصبح الكبدة فيها نوع من التليف أو نوع من الصفران على حسب درجة اللي هو الضرر اللي سبب الفيروس الكبد بصفة عامة. نعم. طبعا اكتشف هذا المرض سنة 1951، كان يسمى بداء الكبد، لما حطوا له تصنيفات في منتصف الثمانينات عرفوا ان في مجموعه من الفيروسات تصاب بها الكبد، وكل فيروس له خاصيه معينه وله طرق عدوى معينه. نعم. النوع اللي كان معروف طبعا من 1920 و1915 هو نوع A او نوع ألف اللي يعرف بالصفير العادي، لكن الانواع الاخرى اللي ما زالت اخطر شويه سواء كان نوع ب او البي او نوع جيم نوع السي اللي تم اكتشافها في زي ما تقول في بدايه الثمانينات منتصف الثمانينات لما تم تصنيفها كانواع او نوع من انواع من الفيروسات اللي ممكن تهاجم الكبد لتسبب مشاكل بصفه عامه. الالتهاب الكبدي طبعا هو داء للكبد او مشكله للكبد، او زي ما نقول فيها احنا يسبب عده مشاكل للكبد بصفه عامه، خاصه المريض لما ينصاب باي نوع من انواع الفيروسات هذه. نعم. لفظه وباء هي لفظة ليست بالهينة ولا بالسهلة، لكن نلاحظ أن العديد يطلق هذا المصطلح وهذه اللفظة على مرض التهاب الكبد الفيروسي. أكيد. لماذا؟ لماذا طبعاً أكثر شيء كنا نطلقه في كلمة وباء نوع ألف لنوع A الصفير العادي النسلية متاعها يكون منتشر في العالم، لكن في السنوات الأخيرة أصبح يطلق اسم وباء لنوع الباء البي يعني أكثر شيء، لكن توا تم تصحيح للتسمية دي آخر نشرة لمنظمة الصحة العالمية مع شو يطلق نوع الوباء كل تسمية واحدة اللي هو التهاب الكبد الفيروسي أو الهيبوتايتس يعني بصفة عامة. كلمة وباء ممكن تكون جائحة منتشرة في منطقة منطقة موبوءة به ممكن تطلق كاسم وباء، لكن الاسم العلمي هو الهيبوتايتس أو التهاب الكبد الفيروسي. أنت الآن ذكرت 3 أنواع الA والبي البي والسي والسي، هل هناك أنواع أخرى غير هذه الثلاثة؟
هم الأنواع الرئيسية خمسة أنواع. عندنا نوع ألف اللي هو الـ A، عندنا الباء اللي هو البي، وعندنا الجيم اللي هو السي، وعندنا الدي اللي هو الدال، وعندنا الآي اللي هو اللي نسمو فيه الدناوي. طبعا بالنسبة لأكثر أنواع منتشرة في العالم هم نوعين، نوع البي ونوع السي، يعني نوع اللي هو باء والجيم، يعني نوع الباء ونوع الجيم. إنها آخر أحصائيات تشير في العالم خاصة التهاب كبد نوع البي، من قبل 10 سنوات كانت الحالات المصابة به نوع البي فقط أو نوع باء 334 مليون حالة في العالم، لكن آخر تعداد لها وصل لعدد أكثر من 642 مليون شخص في أي سنة مصاب هذه؟ في آخر أحصائيات لغاية 2013-2014 من صحة عالمية آخر رقم وصل لعدد أكثر من 642 أو 41 مليون شخص في العالم حاملين الفيروس التهاب نوع البي. نعم. بالنسبة للنوع السي آخر أحصائيات قبل 10 سنوات كانت 170 مليون حالة، لكن في السنة الأخيرة الرقم زاد أكثر، وصل العدد حوالي أكثر من 220 مليون حالة. لكن اكتشفت علاجات حنتكلم عنها في الحلقة بخصوص السي، نتم شبه قضاء على هذا الفيروس نوع السي. السي نعم. مشكلته مشكلة الوحيد اللي فيه منها خمسة أو ستة أنواع غير السي فقط، يعني هذا مشكلته مشكلة. البي طبعا في منها نوع واحد، والاي نوع واحد، والدي نوع واحد، والاي نوع واحد. طبعا لفت انتباهي الان ان هناك يعني اكثر من ثلاثه انواع الان. الانواع المعروفه بين الناس والتي يعرفها الكل الاي والبي والسي، صحيح. لكن الدي والاي هذه يعني البعض لم يسمع بها، لما؟ لانها مش منتشره. طبعا اكثر شيء انتشر انتحى في 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 دول اللي نسموها احنا غرب افريقيا وفي امريكا الجنوبيه وفي استراليا ينتشر اكثر هذا الفيروس، لاقي البيئه متاعه اكثر. لكن الاكثر انتشار في العالم اللي هو الاي والبي والسي زي ما قلت حضرتك. احنا مشكلتنا كان البي يقترن بالدي، تصبح مشكله كبيره توصل نسبه لماتها في عالية، كان بنتكلم عنها في خلال الحلقه ان شاء الله. يعني بالنسبه للبي في ذاته يعني له انواع حسب نوع الفيروس؟ لا، البي هو نوع واحد حسب ما معروف. لكن كأشكال الفيروس ممكن من ناحيه تركيب الفيروس شيء ثاني، لكن نقصد السي هو اللي في منه عده انواع. السي توصل سبعة انواع من انواع التهاب نوع السي. لكن عندنا خمسه انواع، لكن عندنا خمسه انواع رئيسيه الان. عندنا الالتهاب الكبد الفيروسي A وB وC وD والE. طيب لو تحدثنا عن اسباب الاصابه بهذا المرض، ما هي الاسباب الاكثر شيوعا؟ يعني لو تحدثنا من حيث الفيروس المسبب لهذا المرض. كويس. كمان نتكلم عن اسباب الاصابه. نسبه 90% من قله الوعي الصحي ما بين الناس، هذه اول مشكله احنا نعاني منها سواء كان في ليبيا سواء كان في اي دوله في العالم. قله الوعي الصحي بين الناس. قله الوعي بمعنى الناس ما يعرفوش كيف ينتقل المرض، كيف يلتقط المرض، شنو اعراض المرض، شنو طبيعه المرض بصفه عامه، تصنيف المرض. وهل الناس متلخبطين في ليبيا كان والله مرض بالنوع الاول واستجات جاني نوع ثاني، يعتقدون ان كل نوع يتحول لنوع اخر، وهذا كلام مش مزبوط. لان الايل او الالف عائله بروحها، البيل هو الباء عائله بروحها، والجيم عائله بروحها، وما ليش علاقه بالاخر نهائيا. ممكن احنا نقولوا صح البي ليه علاقه بالدي، الزوز يتعايشوا ويكونوا لي جين ثاني يتحولوا لي نوعيه اخطر شويه يدمروا الكبد بسبب عند مشاكل المضاعفات. الله العافيه. هذا احنا مشكلتنا في الثقافه. بالنسبه لطرق العدوى كان بنتكلموا كل فيروس ليه طرق عدوى معينه خاصه به. بالنسبه للاي او الصفير النوع الف هذا ينتقل كل عن طريق الطعام والشراب. عفوا ليش حريص كل ما تقول اي تقول الف؟ يعني انت ما زلت حريص على الليبي حتى في الحلقه. نوضحوا للناس ايه. لا هو والاشهر والله عند الناس هي اي وبي وسي، يعني الكل يقول خلينا نقوله اي وبي وسي حتى بالعربي على الاقل يزيدوا يفهموا اكثر. خير وخير احسن. يعني انت حريص. اي حريص لازم بالعربي احنا ما دامين نبسط على الناس مش نخشوا كلام اللي هو نقول فاحنا الفني اكثر، خلي كلام يكون والله بسيط. والله سهله اي وبي وسي ودي هذه يحفظوها حتى الان اللي في الروضه يحفظوها. اللي هو في اللي مش حافظها قام حفظهاش. طيب علمهم نوع الف اللي هو نوع اي نفسه هذا قلنا احنا ينتقل عن طريق الماكله، الاكل المتلوث، عن طريق البراز لا مؤاخذه والبول، ممكن صرف الصحي ما فيش تنظيف لها وحاجه زي هذه، يكون شخص البراز نتاعه متلوث الشيء زي هذه، البول الاطعمه اللي ما هيش نظيفه ينتقل هذا الفيروس الفتره الحضاره نتاعه. يعني كيف الانسان يمكن ان يستقبل هذا الفيروس بالاشياء هذه؟ اكيد يعني مثلا الاكل الملوث، النظافه، قله النظافه، قله غسل اليدين قبل وبعد الاكل، الناس تستخدم في المطاعم والمقاهي والمقاصف اللي غير مراقبه ممكن حاملين فيروس صفير او التهاب نوع اي او نوع الف هذا، يعني ينتقل بسهوله. ينتقل إذا كان بسهولة. حتى باللمس مثلا بكل شيء بسوي بتعرض سوي الانسان نفسه سواء كان العرق نتاعها او البول نتاعها بلا مؤاخذه، خاصه البراز بدرجه كبيره ممكن الشخص وانت متبرز في مزرعه سمح الله حد ياكلك خضره مش مغسوله كويس سليمه يلقاها في السوق ولا يلقاها في النار ياكل بدون ما يغسل السلطه، ممكن تلقط لي الفيروس سمح الله.
هذه الأشياء رأي مهمة جدا جدا. فتة الحضانة تاعها تطلع الأعراض بعد من أسبوعين ثلاثة أسابيع، اصفرار في العيون وفي الجسم بصفة عامة، نسبة الإيماتة تكون ضعيفة جدا جدا، توصل من واحد لألف يعني. إيش رأيك نتكلم على الأسباب أولا ثم نتكلم عن الأعراض؟ والله نتكلم عن كل نوع نقوله أسباب وأعراض. أيوة هذا هو المزبوط، مش الناس تفهم. نشو بالمزبوط. كويس. بالمزبوط كنا نشوف الدرجة بالدرجة. النوع الأول هذا أيوة شوي بشوية. طيب. أنت مصر بالإنجليزي إن شاء الله مصر، وأنا مصر بالعربي. نعم. كويس. قلنا النوع الأول هو ينتقل عن طريق اللي هو عدم النظافة بصفة عامة، ما فيش رقابة في الصرف الصحي، عدم غسل جيد الفواكه والخضروات خاصة تجي من البلدان نسبة الانتشار فيها عالي. احنا جت سجلت عندنا حالات للأسف الشديد في بعض السنوات في بعض الدول المجاورة، خاصة مصر يعاني من انتشار هذا النوع الفيروس، عند انتشار عالي جدا جدا لما تجي الخضروات من المناطق هذه مفروض تغسل غسل جيد، سواء كان من مصر سواء كان من الصين سواء كانت من أي دولة منتشر فيها هذا الفيروس. اكثر شيء ندربيه ممكن الاطفال الصغار الصغيرين حتى الولاده ممكن ندربيه نسبه الإيماتة تكون فيه، مثلا احنا متخوف شوي احنا نقول تسبب بعض المضاعفات عند الطفل بصفه عامه، لكن نسبه الموت عند البالغين تكون نادره جدا جدا، توصل من واحد لألف، تعطى بعض المضادات الحيويه بعض الادويه وتمشي من المشكله وما فيش اي خوف وما طيب فيش اي مشكله. انت كنت تريد ان تتكلم عن الاعراض. عرفنا الاسباب لكن الاعراض ما هي الاعراض؟ قلت انها تظهر على المريض بعد اسبوعين بعد اسبوع من الى شهر الى شهر تظهر هناك أعراض على اليرقان بصفة عامة. نعم. من أعراض الإصفرار في الجسد. الجسم نقول اليرقان إصفرار سواء في العيون في البول وجع في المفاصل، حس بتعب الإنسان حس بدوخة بسيطة وتختفي الأعراض هي مجرد ما يمشي المستشفى خاصة قسم السارية عند الدكتور المختص يعطيه بعض المضادات وبعض العلاجات المساعدة مع الماكلة الكويسة كلها تزول ما فيش أي مشكلة. يعني الحمد لله. بالنسبة بالنسبة لالتهاب الكبد الفيروسي ألف. نوع ألف. ألف. تمام. نوع إيه. هذا الحمد لله يعني كويس. علاجه موجود وأموره تمام. كويس. يمكن التغلب عليه. تغلب عليه. طيب نمشي للبي. نوع بي. الباء. البي. طبعاً بالنسبة قبل نخش للبي نفسه أو نوع باء هذا. النوع الأول طبعاً ماليش تطعيمه وماليش علاج معين محدد، تعطى بعض المضادات المساعدة مع شوية فيتامينات مع شوية ماكلة يتخلص المريض من المشكلة، لأن مناعة الجسم تقضي على هذا الفيروس إلا في حالة الناس عنده سوء تغذية أو ما يأكلوش كويس ممكن الفيروس يسبب شوية مضاعفات. نعم. نوع تاني نوع البي نفسه باهي هذا مشكلته ما زالت أكبر شوية. علاش وشين السبب؟ لأن هذا الفيروس ما زال شرس شوية، ما زال أصعب شوية. أشرس من الإي. أشرس من الإي. طبعا هذا باش تطلع الاعراض جسم الانسان تبي من 80 الى 150 يوم باش تطلع الاعراض، يعني حوالي من 3 شهور الى 5 اشهر باش تطلع الاعراض في جسم الانسان بصفه عامه. وكان ضرورة الاعراض من الفيروس تمكن من الكبد لا سمح الله. طيب قبل الاعراض ما هي الاسباب؟ الاسباب نتاع هذا المرض هو فيروس نسموه فيه دناوي يرمز بالار ان اي. طبعا الفيروس هو المشكلة نتاع الفيروس هو لما يخش الكبد يحول زي ما نقول احنا الخلايا نتاع الكبد مصنع باش ينتج نوع من الفيروس هذا تطلع البروتينات نتاع الفيروس نفسها لما تخطم مناعة الكبد تلقاها تهاجم الكبد تسبب عدة مشاكل وعدة مضاعفات. هذا بالنسبة شنو للنوع البي. طيب البي كيف يمكن أن ينتقل؟ ينتقل البي بنسبة 90% عن طريق الدم ومشتقات نتاعه، نقصد بالدم والبلازما كل مشتقات الدم بصفة عامة. بنسبة 90%؟ عن طريق الدم. العشرة في المئة الأخرى؟ 10% مقسمة ما بين اللي هو الحليب نتاع الأمهات ومن بين السوائل الأعضاء التناسلية اللي تنقل الفيروس، لكن بالنسبة للعاب توصل 1% توصل. بالنسبة للسوائل اللعاب لا اللعاب نسبة 1% في حالتنا في التهابات في اللتة، لكن توا آخر دراسات تقول إن سوائل الدافئة في الجسم ناقل الفيروس خاصة اللعاب ينقل لي ممكن فيروس التهاب نوع البي. إحنا جميعا نلاحظوا الناس خاصة اللي يدخنوا في الرجيلة عرضة التهاب الكبد نوع البي، وتعرف إن نسبة الإصابة بتاعها عالية في العالم للأسف الشديد، يعني زي ما قلت لك الرقم وصل أكثر من 641 مليون شخص في العالم حاملين الفيروس التهاب نوع البي، تمثل الإصابات حوالي أكثر من 12% من سكان العالم حاملين هذا الفيروس، تصل الإيماتة لي في كل سنة من 2 إلى 1.5 مليون شخص يتوفوا من مضاعفات هذا المرض. بالنسبة لطرق العدوى الرئيسية هو تعاطي المخدرات عن طريق الحقن الملوثة الممارسة الدعارة والزنا بلا مؤاخذة، عدم التعقيم الجيد سواء كان عند الحلاقين والمزينات والمستشفيات وعيادة الأسنان وأجهزة غسيل الكلى، للأسف الشديد معظم من عنده يغسلوا في غسيل الكلى عرضة لفيروس الكبد نوع البي.
فيروس البيح نسموه فيروس الشرس، لأنه لما يطلع خارج جسم الإنسان يكون لنفسه غلاف بروتيني يحميه من الحرارة ومن الرطوبة من كل شيء. أكدت آخر دراسات تقول أن هذا الفيروس يعيش ممكن يقدر يعيش خارج جسم الإنسان من 2 إلى 6 أسابيع خارج جسم الإنسان فيروس الكبد النوع البي، اللي عكس الإيدز فيروس ضعيف جدا جدا. نعم. لكن فيروس البيرة هو فيروس يعني في الهواء يعيش من الفترة هذه كلها، يعيش فترة زمنية طويلة. أكدت زي ما قلت كان معظم الدراسات وخاصة الدراسات اللي دارت مؤخرا هذا في الهواء الطلق. نعم. من 4 إلى 6 أسابيع، لكن في مكان مغلق وما فيش هذيك العرض درجة حرارة معينة أو الشمس توصل حتى لشهرين ممكن يعيش الفيروس خارج جسم الإنسان. الانتشار متاعه واسع في العالم للأسف الشديد، والحالات فيه راهو متزايدة. إحنا في ليبيا للأسف الشديد آخر أحصائيات إحنا تقول كل النسبة المئوية في كل 100 شخص نلقى من 6 إلى 7 أشخاص حاملين فيروس الكبد النوع البي، وهذا رأي مؤشر خطير جدا جدا وما هو شيء في عدد سكان بسيط يعني كعدد. نعم. سكان ليبيا للأسف الشديد. لأن إحنا في سنة 2006-2007 قديش مرنا نحاول نعلنوا على الأرقام، طبعا كان في تعتم من ناحية النظام السابق وممنوع تتكلم وتدويش والمشكلة زايدة واضحة، لأن إحنا نعاني من التهاب في ليبيا أكثر من 16 سنة كان انتشار المرض. وتعرف أن نسبة 90% جاء المرض عن طريق العمل الوافدة وما فيش الحجر الصحي والرقابة والأشياء اللي كانوا يتكلموا عليها. نعم. بالنسبة للتهاب نوع البي ليه تطعيمه لكن ما ليش علاج شافي يقضي على المرض. لما نقول للشخص عندك التهاب نوع البي مفروض تمشي للطبي او شرع الزاويه قسم الساريه تفتح ملف عند الدكتور المختص ويتابع معك ويشوف نسبه الفيروس اللي عندك وانزيمات الكبد ووظائف الكبد نتاعك الافتتاح نرمزولها. اول ما ينشط عندك الفيروس يعطوك نوع من العلاجات المساعده باش تقدر تتحمل او تقدر تقاوم الفيروس. اللي بين شيء يديروا احنا اخوتنا ما يسمعوش في الكلام، يسمع في كلام ناس مش مختصه ويتبع في اذاعات اللي غير مراقبه، فلان يعالج بكذا كذا فلان يعالج بكذا ويضيع الوقت، هو يبي علاج طبي يصرف ما يبيلكش اعشاب وعسل وحاجات، انت تزيد تضيع الوقت. نعم. وتزيد الفيروس يتغلب على الكبد ويزيد بخشاش زي ما نقول في تليف في خشاش في سران كبد بلا مؤاخذه وفي تشمع في الكبد، يعني عده مضاعفات حتخش لي الكبد في حاله المريض ما جاش بكري. بالنسبه لكبد نوع البي الحمد لله ليه تطعيمه، واحنا في ليبيا طبعا تعتبر ليبيا في التطعيمات من دول ما شاء الله في المرتبه الاولى في توفير تطعيمات. احنا عندنا المواليد من 93 تعالى جاي كلهم مطعمين ضد التهاب الكبدي، لكن مشكلتنا احنا في الفئه اللي بعدها او الفئه اللي قبلهم ما خدوش التطعيم، وحتى من 93 ما خدوش جرعات 3 كاملات. هذه احنا المشكله. ثاني شيء الطعم، احنا ديما نقولوا يا ناس اي حد عندك في البيت مصاب او حامل فيروس الكبد النوع البي المفروض العيله كلها تمشي تطعم. امراه تبي تتجوز جاه الراجل مصاب بفيروس البي المفروض هي تطعم والعكس وهكذا، يمكن طرف ثاني. نعم. لغير حامل فيروس بالنسبه يطعم. للتطعيم متوفر الان، موجود متوفر في كل المرافق الصحيه، وكان ما لقوش يجوا لي مركز التطعيمات الموجود في الدار القرجي، وتطعيم موجود ومتوفر بكميه كبيره ومفروض الناس تاخذ الطعم. راي مهم جدا جدا خاصه الناس اللي تشتغل في بنوك الدم، الناس. نعم. اللي تغسل في الكلى مثلا الطرف الثاني مثلا من الجوزين اللي غير حامل فيروس ياخذ الطعم نفسه. الاسره المخلطين الشخص اللي حامل فيروس المفروض ياخذ الطعم بالكامل، وهذا كان ديما نقوله فيه وديما احنا نكرره فيه. نعم. زي ما قلت لك احنا الفيروس اللي كان نوع البي هو المنتشر اكثر في العالم. نعم. يعني منتشر انتشار كبير في العالم. احنا في ليبيا كانت ليبيا مصنفه بين دول العالم في انتشار المرض في 2002 في المرتبه 28. لما جت سنة 2006-2007 صنفنا ما بين دول العالم في المرتبة 7 و8، لكن لما جت سنة 2012-2013 صنفنا ما بين دول العالم في المرتبة 3 في انتشار المرض. معقول الدرجة هذه؟ فيروس الكبد نوع البي، ما قلت الوعي للأسف شديد، انتشار المخدرات، ممارسة الدعارة والزنا، هذه كلها أسباب تسبب في انتشار المرض، وخاصة اللي هو الوعي، نقص الوعي الصحي بقصد الموضوع كتوعية لي للأسف شديد ناقصة شوية. إحنا ما عندناش. أنت تكلمت عن مسألة الأعراض، قلت أنها تظهر من 80 إلى 150 يوم. يعني يظل الفيروس في الجسم ثم تظهر الأعراض بعد هذه الفترة على الأقل 80 يوم. أكيد. طيب هذا المرض وهو التهاب الكبد الفيروسي يوصف بالمرض الصامت، يعني الإنسان يعيش حياة هادئة بعيدة عن كل الشكوك، فجأة يكتشف أنه مصاب بهذا المرض. صحيح. طيب ما هي الأعراض؟ كويس. بالنسبه لي قلت لك الاعراض تطلع بعد من 80 إلى 150 يوم، مش كل الحالات تطلع لها من الاعراض، كل 100 شخص اللي تطلع لها من الاعراض عندك من 20 الى 25% من الحالات ممكن تطلع لها من الاعراض بكري، زي اليرقان، صفريه في العيون، وجع في المفاصل، غايتان يحس روحه تعب. هذه اعراض الاي والله كذلك البي نفس الاعراض، حتى البي نفس القصه، غير البي زادت الاعراض شده تاعها اكثر من النوع الاول. كل الاعراض متشابهه، كلها يرقان، يعني كلها صفير في تغير لون الجلد لون الاصفر، احنا نسميه فيه اليرقان.
قلت لك من 20-25% من الناس ما تبانش عليها الاعراض. هذه احنا المشكله في الناس اللي هل تبانش عليها الاعراض، ما ممكن تكون مناعه متاعهم عاليه، انزيم الكبد يشتغل كويس، ما تبانلكش الاعراض بكري. وزي ما قلت حضرتك معظم الناس يكتشفوا المرض فجاه، يمشي بيحلل يمشي بده تحليل دم او شهاده صحيه للزواج، ايوه اكتشفوا عنده فيروس الكبد نوع البي. لكن في حاله كان طلعت عليه الاعراض معناها احنا مؤشر راي خطير ان الفيروس تمكن من الكبد، وهذا راي المفروض الانسان ينتبه لاشياء زي احنا ديما نقولوا للناس الاصحاء العاديين باش احنا نتغلب على حكايه البي هذه. المفروض الناس كلها تطعم ضد البي، علاش نخلي يجيني المرض نقول نعاني في مشكله وهذا احنا اللي نعاني منها. نفس القصه فيروس الكبد نوع البي ماليش علاج محدد شافي، صار ريفارين اندري فيفارين كبد نسموه نوع الادويه، لا ماليش علاج محدد يشفي من هذا المرض، لكن ممكن من عندك من 60-65% يستجيبوا للعلاجات في حاله ان هم زي ما نقولوا احنا تابعوا موضوع متاعها ومشوا على الدكتور والمرض مازال لم يتمكن. ايوه ما تمكن. ما في ملابس بنقولها للناس، معلش في ناس اسمه كلمه فيروس خامل يحسبوا فيروس راقد، لا وين فيروس راقد، الكبده قاعد تقاوم فيه. لكن كان نشط الفيروس وانت ما تندريش على روحك وتخش في تشمع وتخش في تليف وتخش في سرطان كبد، هذيك هي المصيبه الكبيره. ويسمع في كلام الناس في الشارع، لا والله عندك فيروس خامل، لا يح عادي ما تخافش، لا وين ما تخافش، وقالت الكبد تصير انتكاسه ينشط لك فيروس في لحظه ينتشر لك في الجسم ويسبب لك مشاكل في الكبد تقعد تعاني من وعكه صحيه. ديما احنا نقول للناس المرضى يا ناس المفروض تفتحوا ملفات في اقسام الساريه وتابع عند الدكتور المختص، هو حديك مواعيد على حسب درجه حسب البي سي ار اللي تدير فيها والسي دي فور اللي تخدم، خاصه البي سي ار نتاعك شوف نسبه الفيروس اللي في الدم نتاعك هذا على الاقل باش نعرف انت الموعد نتاعك في المشي والجاي للزياره نتاعك في العياده. هم لا اسمع في كلام الناس المختصه، برا مش يحجم، برا ركوي، برا خذ عسل، برا خذ اعشاب، هم يضيعوا في وقتك وهذا فيروس طبعا. لا يمشي مع العسل لا يمشي مع اعشاب لا يمشي مع اشياء زي هذه، وهذه احنا مشكله كثرت. احنا عندنا المحلات يعني في طرابلس ما شاء الله، مش في طرابلس ليبيا بالكامل، يافطاط يعالجوا لك في كل شيء، والمريض اللي يدور احنا نقول في الكسبره ويضيع في الهاويه. هناك حتى يعني محطات فضائيه تشتغل على هذا الموضوع، كلها تشتغل اغراءات الماديه، واحنا نقول للناس تعالوا احنا في ليبيا الدواء مجانا، وهذا كله كلام فاضي. مو هذه المشكله اللي نعانيها، هذه المشكله احنا من ثقافه الناس يعني واللي تنقصنا احنا. يا ريت كل المحطات وكل الاذاعات تتكلم عن المواضيع هذه، مره نتكلم على الايدز، مره التهاب الكبد، مره نتكلم على الاورام، على الاقل الناس فيها نوع من الوعي الصحي. وهذه احنا شنو صاير يعني للاسف شديد من ناحيه الاعلام مش عاطينا حق المرض بصفه عامه. طيب لو تكلمنا عن النوع الثالث لانه هو ايضا شهير مثل الاي والبي. اكيد النوع الثالث نوع السي هو نوع جيم. طبعا النوع الجيمي هذا احتوى كان يشكل خطوره كبيره، نسبه الاماته تكون فيه عاليه. بالنسبه لنوع البي لما عندك الاطفال اللي اعمارهم تحت 10 سنوات ممكن يشكل خطوره 80% اذا عندهم مرض مزمن الناس هما توصل فيه الاماته من 15-20%، لكن الناس اللي اعمارهم تحت تتراوح من سن 15-45 سنه 90% من تخلصوا من المرض منهم ليهم بدون ما ياخذوا اي علاجات غير يتبعوا نصائح الطبيب. هذا بالنسبه للبي. بالنسبه للبي نعم. لكن السي نسبه الاماته فيه عاليه توصل من 40-35%. اذا هما سبحان الله يعني كل الاي خفيف، البي أشرس شوية من الاي، السي أشرس من الاي والبي. أكيد مازال أشرس شوية السي، لكن لله الحمد اكتشف عليه علاج شافي. الحمد لله اكتشف عليه علاج شافي في ليبيا. احنا تو بادين لنا 7-8 شهور نطبقوا فيه البرنامج هذا. تونس قضوا على المرض نسبة 90%، مصر تم علاج أكثر من حوالي 4 مليون شخص بهذا الفيروس على حسب آخر تقرير لبرنامج الصحي لدول شمال أفريقيا وشرق الأوسط بصفة عامة. الخطه تاعت مركز مكافحة المرض الساريه نتاع 2016-2017 بيوصلوا على الاقل لمنتصف الحالات اللي حامين فيروس نوع سي باش ياخذوا العلاج تاعهم، لكن كلها متوقف على المريض نفسه كان بيتابع مزبوط وبياخذ دواء مزبوط بياكل مزبوط وبيسمع كلام مزبوط باذن الله حيشفى. ان الحمد لله الدواء الجديد اللي موجود في ليبيا يتم توزيعه، يعني مش حنذكر الدواء مش نقول اساسا داير دعايه للادويه هذه. حتى ممكن اللي بيخش معنا في مداخله ويتكلم على الدواء كشيء ثاني. المهم انا مهمتي ننصح فقط. بالنسبه للالتهاب كبد نوع سي ليه علاج شافي. الالتهاب كبد نوع سي ما ينتقلش الا عن طريق الدم فقط. ان حتى الناس المتجوزين يكون طرف ثاني مصاب بالسي ما فيش اي خوف ما فيش مشكله، نقولوا ممكن كان في جروح في الاعضاء التناسليه ممكن يستخدم العوازل باش ما ينتقلش المرض. الفيروس السي ما يعيش في حليب الامهات مو زي البي، البي ممكن يعيش في حليب الامهات. ممكن تكون امراه عندها السي والحلمه نتاعها مجروحه وترد في عين، نقولوا صح تردي بالك طفلك ما التقط الطفل منك فيروس في جرح في حلمه الثدي او فم العيل في جرح ممكن انتقلت لي الفيروس. الكبد نوع سي ينتقل عن طريق تعاطي المخدرات بالحقن ينتقل الفيروس السي. الغسيل الكلوي يحتوي نفس القصه. هل بحالات احنا للاسف الشديد خاصه في سنه 2002 و3 و4 اصيبت اعداد كبيره من الحالات فيروس البي والسي وتم التعتيم ليه الموضوع هذا، وما نعرفش كان بقصد مش بقصد، ما نعرفش القصه ما نفهمش الموضوع يعني مبهم الى غايه الان. احنا عندنا البحالات
يغسلوا جماعة الغسيل. نعم. إن شاء الله ربي يشفيهم. أصيبوا تكب نوع بي نوع سي في خاصة في من عندك من 2002 إلى غاية 2006 كانت الإصابات عالية جدا جدا من حالات غسيل الكلى. وهالحالات إحنا عندنا مشجلة للأسف الشديد وتم. نعم. تعتيم هذا الموضوع. أي أيضا نجد أن أكثر حالات الإصابة بالنوع السي مش السي الأي والبي هي عند متعاطي المخدرات وعند المصابين بنقص المناعة السيدة. أكيد الإيدز أكيد بحكم أنها بيستخدموا في حقنها واحدة والحقن تكون متلوثة بالدم. فيروس البي والسي والإيدز ثلاثة طرق رئيسية تحهم 90% زي ما قلت لك ينتقل عن طريق الدم ويتشاركوا في الحقن نفسها. ممارسة الأشياء المحرمة الله سبحانه وتعالى ممكن تنقل للمرض خاصة في الإيدز والبي السي في حال في جروح وفي تقرحات حتنقل المرض. نعم. بالنسبة للأعراض أعراض السي نفس الأعراض للأي والبي. نفس الأعراض البي بالضبط غير الاختلاف البزال بس إحنا نقوله للسي الأعراض جيبي شدة شوية يتعب يزيد المريض أكثر. بالنسبة للبي هناك يعني تطعيم معين وليس هناك علاج. بالنسبة للسي هناك العلاج الآن شافي لكن ما فيش تطعيم. ماليش تطعيم. نعم. السي ماليش تطعيم. نريد أن نخرج لفاصل أستاذ ساسي نستأذنك فاصل قصير نواصل بعده بإذن الله. حياكم الله. حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير. حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير. السلام عليكم حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من هذه الحلقة والتي نتناول فيها موضوع مرض التهاب الكبد الفيروسي عافانا الله وإياكم. وضيفي هو الأستاذ ساسي موسى اختصاصي الإرشاد النفسي وتعديل السلوك. ومعنا الآن عبر الهاتف الدكتورة وفاء خفافة وهي رئيس قسم التدبير العلاجي بإدارة مكافحة الإيدز. أرحب بك دكتورة مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا بكم المستمعين وبأستاذ ساسي زميلي في العمل. نحييه ونحيي كل الجهود اللي بيبذلها من أجل توصيل المعلومة لكل المشاهدين. الله يحييك أستاذة أو الدكتورة وفاء. حدثيني عن أهم وأخطر طرق الإصابة بعدوى التهاب الكبد الفيروسي وإلى أي درجة يمكن أن تصل خطورة هذا المرض. في البداية مرض التهاب الكبد الفيروسي أعتقد أن الأستاذ ساسي أعطى تعريف ليه اللي هو طبعا تحدثنا عليه انه هو فيه اكثر من نوع اللي هو من الاي والبي والسي والدي والاتش. الانواع نتاعها تختلف وطرق الاصابه بكل نوع تختلف. بالنسبه لليبيا تسجلت عندنا الحالات اللي هي مصابه بالتهاب الكبدي الفيروسي البائي والجيني اللي هم ما يسموا بالبي والسي او معروف عند الناس بالبي والسي. خطورة هذه الأمراض إذا تطورت ولم تتم معالجتها إن هي ممكن تؤدي إلى تليف في الكبد وأحيانا سرطانات وعافاكم الله وإيانا في سرطانات في الكبد وفي النهاية تؤدي إلى وفاة المريض. فضروري جدا إن المريض يعرف إن هذا المرض يعتبر خطير جدا ويصيب الكبد بما أن العضو الكبدي هو الذي يصفي الجسم من السموم. فإذا أصيب بأي مرض فإنه سيخلي السموم موجودة في الجسم وبطريقة هذه يؤدي إلى وفاة المريض. نعم. هل من الممكن أن تذكري لنا أهم وأخطر الطرائق التي يعني تصيب بالعدوى بهذا المرض؟ عدوى المرض تتم عن طريق نقل الدم وكل سوائل الجسم تعرض لسوائل الجسم سواء كانت عفاكم الله البراز أو البول أو الدم أو حتى الإفرازات إفرازات الجسم بصفة عامة. وخاصة إذا كان المريض لا يأخذ العلاج فالطريقة هذه إن نسبة الفيروس في جسمه راح تكون أكثر. كل ما تزيد نسبة الفيروس عنده كل ما يزيد خطورة إصابته للآخرين. ايضا من الام الحامل للجنين هذه طبعا بنسبه كبيره ان لما تكون الام حامل وعندها الفيروس راح تؤدي الى اصابه الجنين بهذا المرض. لكن تم السيطره على هذا الموضوع بان لما الجنين يولد لانه هو ينصاب مش في اثناء الحمل ينصاب اثناء الولاده عكس طبعا الاتش اي في او الايدز. الايدز تصيبه في وسط الحمل لكن الهيباتايتس لا
تصيبه في أثناء الولادة، فبذلك تم السيطرة على الموضوع هذا بأنه احتمالية أنه يعني يخلوا الأم تولد قيصري، أو أن هي إذا كان ولد طبيعي بمجرد ولادة الطفل يأخذ التطعيم اللي معروف يعني بالنسبة للهباتيتس بي، بحكم أنه هو الوحيد اللي فيه تطعيم. نعم. ويتم متابعة الطفل لغاية ما يتأكدوا أنه هو سليم بإذن الله. نعم. باقي الإصابات طبعا زي ما قلنا تعرض سواء الجسم سواء كان الدم أو مخاط. هذا بالنسبة للنوع الأول. بالنسبة للأي نعم صدر. هذا بالنسبة للأي صح؟ بالنسبة للهباتيتس بصفة عامة يعني للالتهاب الكبدي الفيروسي بصفة عامة يتم اللي هو للوقاية من هذا المرض اللي هو بالتطعيم زي ما احنا عارفين. التطعيم بالنسبة للنوع الثاني فقط، الأمراض داروا حملات للوقاية من هذا المرض. نعم، بالنسبة للتطعيم هو موجود للنوع الثاني فقط اللي هو البي. البي الوحيد اللي هو موجود فيه تطعيم. اما السي ما فيش تطعيم، وهذه تكمن في خطوره مرض السي لانه هو ما فيش تطعيم. لكن له علاج. الانسان بالوقايه يقدر ان هو يحمي نفسه، انه لو عرف شخص عنده الالتهاب الكبدي السي ما يتعرضش للسوائل المساعه زي ما سالف ذكرت اللي هي الدم او اي سوائل الجسم سواء كانت اللعاب او الدموع. ما نعرفش في الدراسات تختلف، بس الاغلب يقولوا ان الدم واللعاب هي اكثر اماكن يمكن يتواجد فيها الفيروس يعني، وطبعا الافرازات المهبليه وال نعم. الانسان يعني بالنسبه للسي له تطعيم، لا ليس له تطعيم لكن له علاج الان. طبعا بالنسبه للبي والسي الاثنين لهم علاج، لكن اللي يختلف بس ان البي ياخذ العلاج ولمده 6 شهور متواصله ما يوقفش نهائيا، لان لو المريض توقف عن العلاج في هذيك اللحظه ممكن ان هو جسمه يدير منعه من العلاج. فضروري ياخذ العلاج لمده 6 شهور متواصله، بعدها يتم طبعا متابعته في المستشفى، لان مرض البي لا يتعالج نهائيا، ما ليش شفاء كامل يعني، لكن يقعد موجود في الجسم في اي لحظه ممكن ينشط، خاصه عند الناس اللي هم يتعاطوا في الكحول. فدائما ان الطبيب يكون قريب من المريض ويحاول انه يستبد الثقه بتاعه بحيث انه هو يمنعه من تعاطي الكحول، لان تعاطي الكحول تسبب في تفتت الكبد ويسبب في موت المريض مباشره. نعم، ابقي معي دكتوره وفاء. اما بالنسبه للسي فليها علاج والحمد لله تم توفيره في ليبيا، حتى يعني البي او السي، وعلاجه يكون شافي نهائيا من المرض، ياخذه لمده 3 شهور. بالطريقة هذه يتعالج من المرض والحمد لله. ابقي معي دكتورة وفاء، أعود إليك أستاذ ساسي. أسوأ مضاعفات التهاب الكبد الفيروسي البي والسي إلى أين يمكن أن تؤدي بالمريض؟ أصعب مضاعفات لما يخش الإنسان في مرحلة التليف، هذه هي المشكلة الكبيرة. لما قلت لك زي ما قلت يا دكتورة وفاء زي ما كنت قلت، لما الإنسان يهمل نفسه ما يتابعش العلاج تتحطم معظم الخلايا الكبد، لأنه حولها لمصنع، وزي ما قلت لكم حولها بمصنع مناعه حتحارب هذه الخلايا هذه. لما هو خش في مرحله التليف هذيك اسوء حاله ممكن يمر بها المريض، لانه حيصير لي حتى مش دوالي في المريء نفسه، حتنتفخ المعده تعبالي بالسوائل بما يعرف بالاستسقاء، هذه هل بحالات تصير لهم خاصه النوع البي ونوع السي في حاله ان هم ما اخذوش علاجهم بكري. وهذا راه شيء مهم جدا جدا، نحن ديما نقولوا فيها للناس، يا ناس تبوا علاج نتاعكم، هل ما يسمعوش في الكلام؟ لا والله فلان قال وداعا قالت. وزي ما قلت لك الدكتور نزيد ناكد حتى الكلام نتاعي، لما المريض ما يخرجش الدواء نتاعه فتره معينه ويوقف منها ليه، راح ياخذ الجسم مناعه ضد العلاج، مش حيقبل لك العلاج، حتصبح في مشكله، حتصبح لي وفي مضاعفات. أسوأ حاله المريضه ما تقول راه كبدك خشت في تليف، هذيك المشكله الكبيره، او في تشمع او في سرطان كبد، هذيك هي المشكله الكبيره. وحتى كان هم بيديروا عمليه زرع كبد ما هيش ناجحه 100%، يعني هلبا ناس تكلف العمليه هذه برا، تكلف من 100 ل 150 الف يورو ل 150 الف دولار، قداش تكلف يعني مبلغ طائل، مو شيء واحد تمشي مع العمليه هذه، خاصه الناس اللي ممكن يكونوا كبار شويه في السن، يعني مش حتقدر تمشي، خاصه كان هي نسبه الفيروس منتشره في الجسم عاليه، هذيك هي المشكله الكبيره طبعا. نعم، في سياق حديثنا عن الاسباب المؤديه للعدوى بهذا المرض، يبدو انه ليس هناك اتفاق على بعض المسببات، يعني الان انت ذكرت ان النوع الثالث وهو السي ينتقل عن طريق الدم فقط، بينما البي ينتقل 90% من عن طريق الدم، و 10% عندنا 9% منها بالسوائل الجنسية، و 1% هي اللعاب في حاجة يكون فيروس نشط. كل ما تكون نسبة الفيروس عالية في الدم كل ما يكون احنا نقول لعاب يشكل خطورة. يعني نحكيك على بدايات المرض بصفة عامة،
وهي انت غير ما سمعتهاش قلت لك بالضبط ما سمعتها ربما ما ركزتش صح. نقول لك احنا نتكلم على بدايه المرض، لما المرض يكثر والفيروس تزيد كميته في الجسم اللعاب بشكل خطوره، خاصه الجماعه يدخنوا في الرجيله ديما نكلموا عليه، كان ردنا لهم حل اللي دخلوا في الرجيله في المقاهي راهو الفيروس اللي بيه احنا نقول فيه يلعب 5 و6 لما في بدايه المرض صح ممكن اللعاب بشكل 5 و6 دفاع 9 9 و10 حتى 12 يعني الرجيله سلاح ذو حدين. نعم. تو علاش تو مصر صنفت من اول من دول العالم نسبه عاليه انتشار عندها فيروس الكبد النوع البي، وتركيا وسوريا والاردن ولبنان، ان الشعوب هذه تدخل في الرجيله بدرجه كبيره في المقاهي منتشر بين فيروس البي بكثره يعني. ونحن الان ايضا انتشرت مقاهي ايوه والرجيله حتى هي مسببه بكثره، ومعظم الشباب الان يدخن الشيشه اكيد. انا علاش نركز على اللعاب، بدايه المرض اللعاب بشكل من 1-3%، لكن يكون نسبة الفيروس عالية في الدم أكدت معظم الدراسات، حتى اللعاب راه بشكل خطورة كبيرة. طيب الآن في المطاعم في استخدام الملاعق مثلا وكذا، الملاعق بصفة عامة يكون مش فيها غسل جيد سواء كان بالوراكين أو بالبخار والشيء هذه كلها رايحة ممكن تشكل خطورة. دائما احنا نقول استخدموا لشهادة الاستخدام الوقتي يعني الورقي ونتاع البلاستيك بصفة عامة، لكن الرجيلة يكون اتصال مباشر. طيب بالنسبة للملاعق الآن يعني هل من السهولة القضاء على الفيروس بمجرد يعني غسل الملعقة بالصابون والماء؟ كويس. بالنسبة لفيروس الإيدز سهل، لكن فيروس الكبد نوع البي صعب. أفضل مطهر يفتت معظم الميكروبات صراحة الوركينة، احنا اللي بين عندنا وركينة قبل نغسل بحتى مصارينها، ولكن تكون وركينة مركزة مش وركينة متعرضة للشمس. لما أي شيء تنقع في وسط وركينة على الأقل 4 ساعة نص ساعة تكون مركزة وكويسة حتقدر كل الفيروسات خاصة فيروس البي. زعما جماعة المطاعم يوصلوا في الصحون والله من دراهم والله أقول لك حاجة سمح لي، أنا زمان مشيت في حملات تفتيش فجائية والله العظيم شو نقول لك غسيل تاع فوق الفوق وسقط أعطي نقول فيها والله بيزعلوا علينا جماعة المطاعم. خلي يزعلوا علاش خلي ما تنضر الناس، أنا أحسن تنضر الناس هم يزعلوا. واحنا المشكلة هالبناس تشتغل مطاعم تلاقي لهم مش ليبيين ما عندهمش قلب مع البلاد تلقاه ليبي خلها في سرك هذيك. نعم دكتورة وفاء، تأكيد الإصابة بأحد الأنواع الخطيرة من التهاب الكبد الفيروسي سواء السي أو البي بعد إجراء الفحوصات قد يشكل فارقا كبيرا بالنسبة للمقبلين على الزواج، هل يمكن للشخص المصاب بالتهاب الكبد الفيروسي سواء السي أو البي الزواج دون أن يعدي الطرف الآخر؟ أم أن هناك شروطا وإجراءات يجب أخذها بعين الاعتبار؟ طبعا هو أكيد في شروط وإجراءات لازم أن احنا نتخذوها باش نحمو الطرف الآخر سواء كان الزوج أو الزوجة. في البداية احنا كمركز وطني نتابع في الحالات الزواج يعني البداية قبل ما نذكر الإجراءات اللي احنا نديرو فيها نذكر الطريقة. طيب. لو كان الشخص عنده البي يعني الطرف عنده البي والطرف الآخر ما عندهش، لما يجينا للمركز نحن نفرض عليهم ان هم يفتحوا ملف في الاقسام الساريه ويتابع بحيث ان احنا نعرفوا نسبه الفيروس، لان زي ما ذكر الدكتور ساسي ان نسبه الفيروس ليها تاثر على الطرف الاخر. فلما تكون نسبه الفيروس ضئيله او غير منظور طبعا يجيك الشخص يقول لك انا اللي عندي غير منظور، هو طبعا مش فاهم الفكره، لكن فكره غير منظور معناها هو موجود في الجسم لكن يكاد لا يذكر. فبالطريقة هذه إن نخلو الطرف الآخر إن هو ياخذ التطعيمة متاعها لمدة 3 شهور اللي هي 3 تطعيمات في جرة بعض لازم ياخذهم الطرف الآخر، سواء كانت بفترة ما بين الأولى وبعدين بعدها بشهر الثانية وبعدين بعدها ب3 شهور الثانية، أو إن لو يجيك شخص يقول لك أنا عرفت قريب ومازال عليه شهر وكذا نعطوه لي ونقول له إحنا الجرعة المكثفة، هذا بالنسبة للهيباتيتس بي. نعم. طبعا نتبع معاه الاجراءات اللي هي طبعا اجراءات وقائيه للطرف الاخر لغايه ما يتم اخذ التطعيمات كامله ومتابعه المستشفى، هذا بالنسبه للبي. اما بالنسبه للسي فما فيش موانع طبيه على الزواج، يتم الزواج عادي، لكن برضه نفرض عليهم فتح ملف بحيث ان احنا نحمو الطرف الاخر من الاصابه، مش بالزواج لانه ما ينتقلش بالزواج، لكن زي ما قلنا سوائل الجسم ممكن أن هي تنقله، فإحنا حماية للطرف الآخر نفرض عليه أنه هو يفتح ملف ويتابع في المستشفى. طيب البعض بعض الناس الآن قد يقول لماذا نخاطر بالطرف الآخر؟ في مشورة جلسات مشورة لي دكتورة نفهمهم يعني دكتورة الآن بعض الناس قد يقول لماذا نخاطر بالطرف الآخر؟ يعني لماذا لا نلغي الزواج؟ بدل هالإجراءات وهالشروط الزواج أنا نشوف فيه هذا إجحاف في حق المريض، لأن
أي شخص ممكن أن يصاب بالمرض هذا، وهذا يعتبر وصف متميز. لما أي إحنا طبعاً حسب آخر إحصائيات عندنا أعداد كبيرة من أمراض البي والسي، فهل هذا الشخص إذا كان صاب بالبي والسي بأي طريقة كانت نعزله ونبعد عن المجتمع ونبعد عن حقوقه الطبيعية أن هو يتزوج ويكون أسرة؟ لا طبعاً، إحنا لازم نستمر في الحياة ولازم نعطيهم حقوقهم. نعم. إذا كان في إجراءات تحمي الطرف الآخر، فشو المانع أن هو يتزوج؟ سواء كان حتى مرضى الإيدز، يعني في حماية ليهم، في طرق حماية، يعني مثلا هم يتزوجوا من بعض وفي الأخير الطفل يطلع سليم، فشو المانع أن هو يتزوج يعني؟ نعم. متابعة. أنت الآن العلم كل يوم في تطور، فإحنا نعطوهم حقوقهم ونخلوهم طيب يكونوا فعالين في المجتمع. أنت الآن أثرتي نقطة مهمة، هي حيصاب بأمراض نفسية، والأستاذ ساسي طبعا أكثر معرفة مني في المواضيع، هي لما يصاب بأمراض نفسية وأمراض اجتماعية ممكن يكون تأثيرها سلبي على المجتمع. نعم. عفوا دكتورة وفاء، أنت الآن يعني أثرتي نقطة مهمة، وهي مسألة أن المرض منتشر يعني انتشارا كبيرا في ليبيا، بالذات البي والسي. طيب هل هناك إحصاءات ونسب؟ هل هناك أرقام ممكن أن تذكريها لنا؟ حاليا أنا ما نقدرش نعطيك أي أرقام، عندك حاجة؟ قاعدين في صدد تكوين جسم اللي هو إحصائي في المستشفيات، بحيث أن احنا نعرف قداش عندنا حالة حاليا، بس كيف أن احنا انطلقنا نبو نحطه منظومات إحصائية في المستشفيات، بحيث أن تعدلنا قداش مريض بالضبط عندها البي أو السي. نعم. في مبادرة قامت بها الدكتورة نورة الترهوني، نحييها على المبادرة اللي قامت بها، تشتغل معنا، هي مشرفة المخزن متاع الأدوية في المركز، قامت بمبادرة بأنها وضعت منظومة لعدل المرضى، وصلت بالنسبة للهيباتيتس سي وصلت لتم 300 حالة فقط، 300 حالة يعني، بس هذا ربما في طرابلس بس عندها حاليا. فلكن العدد ممكن يكون يزيد ممكن ينقص، الله أعلم يعني. نعم. مازال الأرقام ما نقدرش حاليا نعطي أي رقم، لغاية ما يتم تجهيز المنظومة، وإن شاء الله بمجرد ما نجهز الأرقام ويكون عندنا عدد فعلي حنتصل بكم ونبلغكم بهم، بحيث أن أنتم تقدروا تعمموهم على عامة يعني. نعم. ابقي معي دكتورة وفاء. أستاذ ساسي يعني قلتي عندي أرقام، بالنسبة للأرقام المتوقعة على الحالات اللي تتابع سواء كان في الطب أو في شارع الزاوية أو المستشفيات المركزية على مستوى ليبيا، الرقم فايت الملفات للحالات التي كبد نوع بي ونوع سي، العدد فايت 65,000 حالة. 65,000 حالة، هذا المرضى اللي تردوا سواء مستشفى سبها وبنغازي سواء مستشفى طرابلس غريان صرمان مصراتة، كان بنسمي الزاوية بصفة عامة يعني لغاية 2013-2014، لكن الرقم المتوقع في ليبيا ما بين ليبيين وأجانب حاملين فيروس لكبد نوع بي ونوع سي، الرقم قريب يتجاوز 250,000 حالة، وهذا رقم ما هوش بسيط يعني، لأن احنا حسب رقم مخيف، حسب تقدير لبرنامج منظمة الصحة العالمية اللي مخدوع عينات عشوائية، دار برنامج في سنة 2006 وفي 2010، يقال من نسبة الإصابة في ليبيا توصل من 4-5% لكل 100 شخص ماشيين في الشارع، هذا رقم ما هوش بسيط. نعم. وزي ما قلت لك الدكتورة وفاء، لو كان يندار برنامج وطني واستراتيجية وطنية وفي تواصل سواء مع المركز مع المستشفيات العامة والخاصة والمصحات والمراكز الخاصة الموجودة من تحليل الدم يتواصل معنا نوصل الأرقام الحقيقية، لكن المشكلة ما فيش من يتابع معاك، ما فيش من يبعد لك في الأرقام، هذه المشكلة. وهل الناس قاعدين عايشين في وصم متميز، وكان والله نخاف نقول إن عندي البي أو سي وكذا في حالة، بالعكس تعال أخذ، حتى ثقافه الناس من الناحية الصحية رأي مهمة جدا يعني، بصراحة لما تخفي أنت الموضوع معلش، في نقطة بيركز فيها أكثر خصوص موضوع متاع الجواز، والله في ناس قلت لها والله يفرطوا منهم الجواز، اللي عنده إيدز يمنع واللي عنده بي يمنع، لا أنت كانت تمنع، ممكن بيستخدموا طرق ملتوية وبيزوروا بينقلوا المرض، لما نسمح له الجواز تحت شرف طبي ونضمن الطرف الثاني ما ينتقلش المرض، خلاص يعني نضمن الطرف الثاني مشكلة، حاجة صار ما عنده مش مشكلة، يراها كلها متوقفة على الوعي الصحي في وسط المجتمع اللي تعايش مع الأمراض. نعم. الموجودة أو المنتشرة يعني. نعم. هناك العديد من الحالات المصابة أو التي كانت مصابة بالتهاب الكبد الفيروسي، يقولون يعني أنهم قد تعافوا بعلاجات طبيعية، أعشاب وكذا وبعض الأغذية. كويس. هل من الممكن هذا فعلا؟ والله بالنسبة لك هذا كلام هوش مظبوط نهائيا. احنا نقوله صح، فيروس التهاب نوع البي توصل الحالات، قلنا احنا أعمارها تتراوح من سن 15-45 سنة، ممكن 90% الجسم يتخلص من الفيروس، يقعد الأثر متاعه موجود، ممكن في لحظة ما أعرفش يعني في حاجة معينة في الجسم أو ظروف معينة ينشط لي من جديد،
السي صح اكتشف لي علاج شافي، لكن باش نسجلت حالات مشت للناس للداوي بالعربي او الداوي بالحجامه او الداوي بالطب النبوي، كل الكلام ماهوش مضبوط ومضيع على الوقت، لان هذه فيروسات تتعامل مع ادويه طبي، ادويه طبي ناس مختصه. ديما احنا نقول للمريض بالله عليك لازم تسمع دوت اداعه ولا دوت مركز فلان ولا علان، تعال للطب يشرع زاويه بكري بكري، ينفتح لك ملف تاخذ الدواء نتاعك تبدا لا باس عليك. لما تسمع كلام فلان وكلام علان كله كلام بجنس وكلام فلوس فلوس، انا معلش خلينا نقول الكلمه زي هذه، انا احضرت شخصيا مناظره دارت الهاشمي انشهر مده انشهر الدنيا كلها بعثت له فلوس بعثت له كذا، لا خلينا نتكلم على شيء هالبناس ضاعت بخصوص الموضوع هذا، وحضرت المناظره هنا في طرابلس وقلنا احنا عندنا كذا حاله مصابه وتعال مش هرب في اول طائره سافر في اول طائره، يعني المفروض الناس ترد بالها خاصه الدعايات المغرضه. يعني احنا عندنا في قناه الصدارات تلقى في الفضائيه اكثر من 200 300 محطه وعلاج شافي كذا برا مصر برا لتونس، غلط مش مزبوط. يعني صراحه هذا كلام ما هوش علمي، يعني قناه غير مراقبه، كل هذا نتاعها مادي، غير تتصل بيشفطوا منك 20 30 دينار وبيضحكوا عليك. المفروض احنا نقولوا للناس يا ناس برا لاهل العلم برا الطبي شرع زاويه مركزتهم كاف مرض الساريه، في ناس دكاتره مختصين، في ناس توجهك، ناس تعطيك المشوره والفحص الطوعي. قصدي ضربت لك مثال كذا شخص كي زين تقول يتستر بامور الدين سامحني في الكلمه هذه، وانه يعالج ويدير ويضيع على الناس، والناس تزيد تخش في واقعه صحيه تروح في مشاكل. طبعا يعني. طبعا نحن الان تذكرت الطب النبوي هكذا أكيد. يعني لا نقلل من شان الرقية ومن شان الطب النبوي، يعني هذه ما في يستخدمها نوع من الدعايه فيه. نعم هو من هديه صلى الله عليه واله وسلم يعني ان يبحث الانسان المريض لنفسه على دواء، ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء، خلينا نوضح علمه من علمه وجهله من جهل. والله انا فاهم عليك استاذ فاشي، لكن الان مو بك الناس في ناس تفهمني غلط. ايوه في اللي استغل وكان والله نستخدم في الطب النبوي، في ممكن نستخدمها في الحجامه في الدواء العربي، راه مش كويس مش مزبوط في معلش في بعض الادويه تمشي معها طب النبوي تمشي إيه، لكن وانا مش ضدها نقول لك حاجه سامحني. أيوة انا نتكلم على الايدز والتهاب الكبد، في ناس مختصه فيه وفي علم وفي ادويه مختصه، علاش تضيع عليهم الناس هما؟ علاش تخلي المريض يخش في عقد صحيه؟ علاش تستفز في ظروف الناس؟ يقول لك مريض متعلق بقشه، مش قصدي يعني معاذ الله، ما في الاخير احنا مسلمين. نعم يعني انا حرصت يا استاذ اني اتكلم عن هذه النقطه يعني حتى لا تفهم خطا. اكيد ما احنا اهم شيء احنا مصلحه المريض باش ما يستمش استغلال نتاع من الناس اللي تستغل من الناحيه الماديه. انا تمشي لطرابلس الدور سامحني في الكلمه هذه، تمشي لطرابلس الدور محلات الحجامه بدون ما عادش يحجموا بس يخش في كل الامراض مش معقوله والمريض يضيع. انا واحد من الناس نكلم فيك نشتغل في زود كافه مرض الساريه، جينا حاله ايدز والتهاب كيف يقول كيف ضيعت وقتي وفلوسي، علاش مش من اول؟ علاش ما كذا ما جاتش؟ يعني الطب النبوي هو على العين والراس، ومن هدي صلى الله عليه وسلم يعني ان نتداوى، ان نذهب الى المختص وان نطلب منه الدواء. النبي عليه الصلاه والسلام امر اصحابه ان يذهبوا الى الحارث بن كندة يعني طبيب العرب المشهور وان يتداووا عنده. أكيد. طيب لا نريد ان نخرج عن موضوع الحلقه استاذ، بقيت معي ثلاث دقائق. ثقافه المجتمع لازم توضحها لهم، فهمت؟ مش يصيرش مضيع على الوقت باش المريض ما يخشش في مشاكل صحيه بس. نعم يعني. الدكتوره وفاء في الانتظار ووقت الحلقه ضاق عنا. دكتوره هناك نقطه اخيره مهمه، انتشار ظاهره ان صح التعبير ان نصفها بالظاهره، هي فتح عياده في كل شارع دون حصولهم على إذن أو رخص مزاولة هذه المهنة، وقد تحمل معها الكثير من التجاوزات يعني، وهذا يعد من الأمور الخطيرة. كيف تتابعين هذا؟ وهل يتحمل المواطن جزء من هذه المسؤولية؟ هي طبعا أنا في فترة من الفترات في بداية السنة الماضية كنت في صدد أني أقوم بعمل دراسة على عيادات الأسنان بصفة خاصة، وسبب يعني عزوفهم على علاج مرض الإيد. لما كنت بحاول إني نجمع عدد الحالات، عدد قداش عندنا عيادة باش أنا نقدر ناخذ منها العينة بتاعي، فتفاجأت بأن يقولوا لي الأماكن اللي هي تسجل فيها العيادات، في بعض العيادات فتحت من غير ما أنها تاخذ حتى ترخيص للمزاولة. طبعا هذا موضوع خطير، أنا ما نقدرش نأكد بشكل رسمي لأن الكلام كان طبعا شفهي، يعني قالوا لي هيك يعني. لكن احنا طبعا نتوجه لها النقطة هذه بأننا نتمنى من الرقابة ان هي تتابع الموضوع هذا، بحكم ان احنا زادت عندنا حالات الهيباتيتس بي والسي حاليا، وبسبب الظروف توقفت نوعا ما الدراسات، لكن احنا نحاول ان احنا نبون نحصوا اسباب المرض
يجيك مريض يقول لك انا ما نعرفش منين جاني، نسالوه انت درت عمليه جراحيه كذا، يقول لك انا لا، هل مشيت لعيادات الاسنان؟ يقول لك ايه مشيت. فممكن ما نقدرش انا ناكد ان هو الشخص هو انصاب من الاسنان، لكن ممكن ان هو ينصاب. فاحنا طبعا نحاولوا، طبعا مش كل عيادات الاسنان، في عيادات متمسكه بالتعقيم وخايفين يعني ان هم يصيبوا شخص ومتمسكين بها، ما نعرفش يعني ما نقدرش نذكر من هم العيادات. العيادات كبيره هلبة، مش بس الاسنان، موضوع الحجامه اللي ذكرها استاذ ساسي، حتى هو يعني اشخاص مرات يمشوا للحجامه في اماكن غير معتده وغير مرخصه، وبالطريقه هذه ممكن انهم ينصابوا بالمرض. لا. اي مكان فيه وخز للابر واي مكان فيه تعرض للدم، المفروض ان الشخص ما يمشيش لاي مكان، يحاول ان هو يختار مكان يكون موثوق، نظيف، معقم. لازم يتاكد ما فيش عيب انك انت تقول له هل معداتك معقمه، معلش لو سمحت افتحهم قدامي. من حقك انك انت تحمي نفسك بما ان الامراض منتشره. شكرا. فانا نتمنى من جهاز الرقابه انهم يشدوا على الموضوع. شكرا الموضوع جزيلا. العفو. شكرا جزيلا الدكتوره وفاء خفاقه، وهي رئيس قسم التدبير العلاجي باداره مكافحه الايدز. استاذ ساسي، في اقل من دقيقه، كيف يمكن أن يتفادى المواطن الآن الذي يشاهدنا أن يتفادى الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي؟ طبعا أول شيء يعني قلت لازم التثقيف الصحي للمجتمع بالكامل، نفهم طرق العدوى لهذا المرض. احنا قلنا الرئيسية تعطي المخاطر بالحق، أنه ممارسات الغير شرعية والتعقيم الغير جيد، الحلاقين، الموزينات، الأدوات الغير، أعداد نشرات وأعداد مطويات وملصقات تتكلم هذا الموضوع، محاضرات مفروض تندار على الأقل في المؤسسات التعليمية، في المؤسسات الخدمية، في الإذاعات، حتى في المساج بخصوص هذا الموضوع. ثاني شيء في نقطة بنقولها لك، أنا مصر لها ديما نقول فيها، أنا واحد من الناس، فهذه أمانة في رقبتي بنقولها للناس، طلعت في لجنة تفتيش فجائية في 2006-2007 لعيادة الأسنان في طرابلس، زرنا حوالي 31 عيادة أسنان، اللي لقيناهم يعقموا مظبوط ومتابعين مظبوط 12 عيادة الأسنان. ديما نقول للناس اتق الله سبحانه وتعالى، لما يغيب الضمير، لما تشبح الانسان من ناحيه ماديه مش من ناحيه صحيه ومن ناحيه انسانيه، هي تصبح هذه مشكله. ما نقصدش غير الاسنان فقط، حتى المصحات العامه والمصحات الخاصه، راهو يا ناس التعقيم راهي مهم، هذه امانه، ومراكز الحجامه، أمانة ومراكز الحجامه نفس القصه، كلهم بالكامل اي مكان يستخدم فيه الدم او الادوات الحاده المفروض يكونوا منتبهين. الحلاقين نفس القصه، حتى مره هو اداه خطيره جدا جدا لانشار مرضي التهاب الكبد نوع البي ونوع السي الايدز، بالنسبه ضعيف التهاب الكبد اكثر بحكم يعيش فتره زمنيه طويله خارج جسم الانسان. المزينات نفس القصه، حتى هم سلاح ذو حدين، نسبه عاليه حتى ما نقل المرض، لان احنا درنا دورات الحلاقين ودرنا دورات للمزينات، كلهم ما يعرفوش كيف يعقموا، والمشكله يعني الكارثه راهي كبيره كما تكلمنا بالتفاصيل. مشكله راهي مش هي. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك الاستاذ ساسي موسى، اختصاصي الارشاد النفسي وتعديل السلوك. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين على كرم المتابعة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا هذا المساء. لكم مني أنا الفتوري غانم أطيب المنى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ. سابق الطير ونجاري ونطير، آمنا بتغيير، شباب حقق حلم.